بحفظ الله ورعاية تم اقتحام العقبة من قبل الأزرق ومجلي. إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام يا أبناء وصاب، سلام من الله عليكم أيها الرجال العظماء. سنعيد المجد لوصاب كما كان سابقا. الذي لا يعرف وصاب، الذي يجهل وصاب غلطان. وصاب تاريخه قبل صنعاء وعدن، بلاد الملوك. ملوك وصاب حكموا إلى ظفار، ملوك وصاب حكموا أجزاء كبيرة من الوطن العربي. الآن نبحث عن أرض صلبة وإن شاء الله نجدها. المدير ياسين موجود وكبار المهندسين وحالي صلاح موجود. الصلبة داخل الصلبة. أيوة هناك في أرض. يبحثون عن أرض صلبة ليكون الجدار، ليبقى الجدار. نحييكم من حوف الهيجة في جبل مطحن، في القائمة، في وصاب، في ذمار، في صنعاء. طبعا الآن الهجوم نحو العقبة. هذه الحرارة الآن تستعد للهجوم نحو عقبة أحمد علي والعبادلة، وهناك المقبقب والبراق. ونقول ما شاء الله تبارك الله، تصوير قبل المغرب. أسعد الله مساكم بالخير أيها الأحبة في كل مكان. نحييكم من هنا من مقابل عقبة أحمد علي والعبادلة، وها هو الهجوم بدأ. ها هي المبروكة نحو العقبة. نعم وهناك المقبقب كما تشاهدون، والعمل إن شاء الله يكون سريعا وقريبا نكون بالعوام. العوام عوامنا والعمل للجميع والمشروع لعامة الناس، الكل يستفيد. إذا اجتمع الشرق بالغرب خير وبركة، إذا جمع الشرق والغرب خيرا وبركة. كما تشاهدون ها هي مبروكة جوار المقبقب، استعداد تام لتحطيم هذه الجبال. ما في شيء اسمه صعب أمام أبناء وصاب، ما في حاجة اسمها صعبة أبدا. الكل بادر، الكل سلم، الكل دفع، الكل سدد، الكل وقع مئات الملايين. مراسلكم الشعبي محمد عبد الله جحانة من الجمهورية اليمنية، ذمار وصاب العالي. وصاب سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الناس أيها الأحبة في هذا الجروب وفي كل الجروبات في وصاب العالي. جبل مطحن من هنا نحييكم، ومن هنا نراسلكم، ومن هنا تعطي أخبارية يومية عن هذا المشروع، مشروع وصاب الخيري، مشروع وصاب المجهود المجتمعي. كما تشاهدون الآن المقبقب في مكان ليس بهين والله، يحتاج إلى دولارات والله. هذه عقبة أحمد علي والعبادلة بحاجة ماسة إلى صندوق خاص أو ميزانية خاصة لهذا المكان والله، لأنه نبغى جدار من تحت كما تشاهدون الآن من هناك إلى الأعلى. والآن البراق مع المقبقب العمل بوتيرة عالية ما شاء الله تبارك الله من الصباح الباكر.
اليوم جاءنا زوار وعلى رأسهم الأخ المهندس مدير المشروع ياسين البحري بارك الله فيه، وأمور تمام أيها الناس. نتمنى أن نسمع اليوم تبرعات تليق بمقام أبناء وصاب محمد. يلا يزرق ما شاء الله تبارك الله، اللهم لا حسد يا وصاب. الأزرق موجود والبرق موجود، والعمل نحو الحجف، والحجف عندما يكون يلتقي الخط الشرق بالغرب خير وبركة، المسارين سيصبح مسارا واحد، والمكسب للمواطن، والمكسب الكبير للمتبرع، المكسب الكبير لصاحب التراب صاحب الأرض بارك الله فيهم. طبعا صاحب التراب قدم بما يعادل صاحب الفلوس 100 مرة. والله في ناس قدموا ما لديهم، فعلا في ناس قدم للمشروع من أرض ما لديه، وقال على بركة الله ما دام الأسود قادم خير بركة. إن شاء الله سيكون الأسود من الأسود إلى الأسود، من الأزفلت إلى الأزفلت. ها هو الآن تم اقتحام العقبة ولله الحمد، وهناك المهندس الكبير عبد الحكيم البحري مشرف ومهندس ومتابع. شكرا مراسلكم محمد عبد الله جحانة، السلام عليكم. طبعا هذا الشيول الآن يسحب الحجار، يسحب الصخور إلى مكان آمن، إلى هذا المكان. ما شاء الله عمل مرتب وعمل طيب. نعم، وهذا الشيول يجمع الحجار، يجمع الصخور، يحمل الصخور نحو الهيجة، نحو شوارع الهيجة. ما شاء الله يا وصاب، مشاريع عملاقة، مشاريع تاريخية، مشاريع دول، مشاريع كبرى. أبناء وصاب ظهروا سلام الله عليهم. اليوم تاريخ 4/7/2021. سلام الله على الجميع. تحيات محمد عبد الله جحانة من الجمهورية اليمنية من وصاب، هنا وصاب. نعم، وهنا شوارع الجحرة، وهنا غابات الجحرة، وهنا غابات جبل مطحن، جبل الخير، جبل الرحمة، شيشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير يا شباب. اليوم يوم الأحد تاريخ 4/7/2021، وها هو عبد الحكيم البحري يتصل بي. طبعا اليوم يتم جمع الصخور نحو الهيجة، اليوم يتم بسم الله وعلى بركة الله. اليوم تاريخ 4/7/2021. الله كم صخور، ما شاء الله ما شاء الله، الصخور هذه نحو الهيجة. وهنا عمل، وهنا كله ما شاء الله.